سورية عايشة بشيكاغو لي 6 سنين، 6 سنين ونص. جيت لهون لنورث كارولينا أساس أعمل معرض وبقيت، جيت على شيكاغو وبقيت، ما في خط رجعة. كان عمري 58 سنة وقت جيت لشيكاغو، أنا قربت على التقاعد يعني 59، فكل عمري عشته بالشام أكتر، وباقي المحافظات أنا خلقت بديرس دور. درست فنون وكنت متزوجة، تزوجت صغيرة وعندي ولد، رحت على السعودية بشان بالثمانينات كان الوضع كتير صعب في سوريا، بشان يكون عنده دخل واحد أحسن ويشتري بيت. ورجعت اشتريت بيت وفصلت عن زوجي، كان عندي ولدين، فواحدة مطلقة وعندها ولدين وتشتغل فنانة، كان حياة صعبة كتير، وكان كل العالم ضدي حتى أهلي، يعني ما كان حدا وقف معي. والقوانين تعرف القوانين، قانون المدنية، الأحوال المدنية بسوريا قديشها سيئة وقديشها ضد المرأة. وبشكل عام حياة الفنانة، يعني الفنانين كلهم حياتهم صعبة، كيف إذا كانت امرأة ببلد مثل سوريا بهذيك الظروف. فكنت عم شق الصخر، يعني حاول درس واشتغل وربي ولادي وسافر. أول مرة سافرت على الصين، بعت سيارتي، كان عندي فولكس واجن، بعتها وسافرت على الصين لأكتشف الألوان المائية. زوجت مرة تانية، جبت سرابو رمزي كمان، كان سيء الزواج التاني، انفصلنا بعد فترة قصيرة وخرج ولم يعد الأب ما سأل عن أولاده أبدا. طبعا 2، ما أنا ربيت 4 أولاد وكاتبين المفارقة بالنعوة تبعه بالأردن، وفاة عالم جليل ومدرسة في الأخلاق. ما كان يبعت فرنك لأولاده ولا سأل عنهم حتى سؤال على التليفون يعني. فأنا كنت بالكلية التربية، زور المحافظات، زور المدارس، زور أرياف سوريا، الأبعد نقطة رحنا على حدود القنيطرة، فشوف الفقر، شوف التعصب، شوف كل ماله النقاب الموجود بالقرى بالأرياف، الجهل كتير كان كبير، والفقر هو اللي كان يقهرني، يعني الفقر وبيودي للدين وللتعصب. يعني معلمات برسم يعني حتى نقاب، قلت لها ما بقبل تعطي أطفال أنت درس حتى نقاب. ما كان عنا هاي الشيء موجود، النقاب يعني، وحد مو مدرسة لا تشتغلي أي وظيفة تانية بس مو مع الأطفال، يعني تحطي نقاب شلون بده يشوفوا يعني تعابير وجهك بدك تعطيهم أنت، يعني المدرس كنت علمهم الأداء يعني مثل الممثل، كيف يعبروا بوشهم، كيف صوتهم يلونوه، أنت شو بدك تعطيهم للأطفال بهالقناع هذا مبين عيونك بس. جيت على بلد في حقوق إنسان، على اللي في حقوق للمرأة، بيحترموا الإنسان ويحترموا الفنان. بحي صعب كتير أبدا من تحت الصفر، مو من الصفر، لأنه أنا لغتي الفرنسية الأصل، بعرف أحكي إنجليزي بس ما لي بيرفكت، يعني حاولت أتعلم ما قدرت أركز كان وقتا خطف ابني وما عاد قدرت أدرس ولا أركز بشي. أبنسى ذاك اليوم، تصوري تقري إنه ابنك انعدم على الفيسبوك، عادي أنا هون بشوف ما في غير شوف رسائل وخط أزرق، بقول ما بدي شوف الرسائل. يعني 3 أشهر كان له مخطوف ومتوقع خبر حلو، يعني كانت متفائلة، وكل مرة أسأل يقول ما عامل مشكلة وما عنده ذنب يعني، وإذا هن داعش عم يحاربوا هو مسلم يعني بيقتلوا. ما توقعت إنه يعدموه هيك بكل هالبساطة، ما عنده ذنب أبداً، عنده بنتين تركهم. أنا ما بآمن لا بالشهادة ولا بآمن الحياة بعد الموت، ما بدي إياه كان يعيش الجنة بالحياة ويكون مبسوط وأولاده. حرموني منه وحرموا أولاده منه، قلبت كل حياتي، كسر لي ظهري. وبسان شو يعني مين وكلهم عن الله أن يكونوا كلها لعبة كذبة كبيرة داعش. لكن هلا وين اختفوا؟ وين راحوا؟ منين بيرجع حقه؟ هنا يعني شو ما صار ما رح يرجع ابني، يعني اللي راح صعبة كتير، مسهلة أبدا. وقت بلشت الثورة
اي اجى على الشام وقال له خليك بالشام عندي وخليك يلي ما بقدر اترك البيت، يعني ساكن هنيك بالشركه هو عنده بيت كمان. بعدين وقت سافرت نزل على الشام، يعني صار قال لي سلموها يعني الشركه بالمفتاح سلموها لدى جبهه النصره. بعدين اجى داعش وتحسن هنيك الوضع الاقتصادي، قال له ماما هذا كذب كلياته، اللي لا ما تحسنت المنطقه، يعني كانوا ميتين من الجوع المنطقه، جهل ومخدرات وبطالة الشباب كفاء. أي حدا بيجي كانوا طبعا بدهم يبايعوه، يعني هو ابني كان يكتب على الفيسبوك ويتمسخر عليهم وأنا أقول له لا تكتب ماما، يعني بعرف أنا شو يعني حواليك أنت بيخوفوا اللي بيكتبوا تقارير. آخر مرة مرته قاتلوا تعب بدهم ياخذوا البيت، لسه رسائله قلت له عمرينه البيت عندي بيتي بالشام أنت قاعد فيه لا تروح، قال لي ما بقدر، مرته كانت هنيك وبناته. قبل ما يوصل على الميادين حاجز أخدوا، أخدوا على أساس حقه معه، بعدين اتهموا إنه عم يتعامل مع النظام، يعني هيك لقوا له تهمة، يعني بلاقوا تهمة يعني. ثلاث أشهر كانوا قالوا لي كثير عم يتعذب كارتاح، كان عم يعدموا على العمياني، عم يعدموا البشر، عم بدهم يهددوا العالم الثاني مشان يتركوا المنطقه وهن ياخذوا النفط وياخذوا ما بعرف، يعني ما بعرف لسه، ما بعرف انه عنده قبر ولا ما عنده ولا وين دفنوه ولا ما بعرف شيء. انا ما بقدر اروح ولا بقدر، ما في حدا هنيك، ما بي حدا. يعني جيت على امريكا ربحت عيش ببلد في نظام وقانون و احترام لحقوق الإنسان والمرأة، كل شيء كنت بحلم فيه يعني إنه أعيش لوحدي، بس بالمقابل خسرت كتير أشياء، خسرت ابني، خسرت بيتي، خسرت ذكرياتي، تاريخي، الكارير تبعي كله اللي بنيته بسوريا، ما في شيء بس مثل خسارة الابن، ما عاد شيء يعني لي لا البيت ولا شيء، لأنه أغلى شيء راح، ما عاد في شيء مهم بعد، وراح هيك ظلم بدون سبب بدون تمن.